عريف سنت جون صح؟ تمام. تعالى بستمتع بشرب كوباية شاي طبيعية هدية من الملازم ويتكر. عايز تشرب واحدة؟ ده مفيد جدا للهضم. لا يا فندم شكرا، انا كنت بدور على قائمة الاعمال. المفروض ان النقيب كوري عرفك كده، في قائمة متعلقة برا الخيمة وقائمة تانية متعلقة في السكنات، لو المهمة ضرورية فعلا هتلاقيها متعلقة هنا. شكرا يا فندم، هتأكد من التوقف وهفحصها. تمام حافظ. بمساعدة راجل زيك هنرجع العالم ده تاني. انصراف. من كوري لسان جون، حول، عندي شغلانة تانية ليك، تعال عند بحيرة دايموند. عالم يا كابتن، سان جون حول. السلكي بتاعك شغال، ايه الاخبار؟ دي كان سين جون. استنى قصدي تعرف، خلاص كنت بس عايز اطمن عليك، ما شفتكش من وقت حلف اليمين بهرتله مش كده؟ تيلر انا مشغول شويه. ايه استنى ايه اللي عملته ده؟ ايه اللي خلوك تعمله؟ ها انا في سلاح المشاه او حاجه زي كده، بقضي اليوم كله احرق العشش واقطع الشجر واجمع الخشب. اسف، انت بتعمل ايه؟ بحث. أجبروني إني أروح الأنقاض وألاقي مؤن للظباط اللي بيشتغلوا على الأرض. سمعت عن كده؟ أيوة شغالين على سلاح بيولوجي، أسلحة كيماوية حاجة كده، هتخلص على المسوخ مش كده؟ اسمع تيلر، لازم أمشي. تمام استنى. بص يا صاحبي، كل الموضوع إن أنا عندي رأي تاني في هرتلة العسكرية دي، وأنت فاهم؟ تيلر انت بتستخدم انهي جهاز؟ انت متأكد انك مش متراقب؟ مش معقول. ده اللي افتكرته، لازم امشي. سنت جون حول. انا مشغول شويه دلوقتي. ايوه اسف جدا، اسف. استنى، طيب الخبر انتشر في المعسكر. يا ملازم ويفر سامعني، انا في المنجم. ماشي يا صاحبي، بص على المكان، التقارير بتقول في اجهزه لاختبار المواد الخام، هتحتاج واحده. معدات اختبار المواد الخام؟ حاضر. السينبار لازم يكون لونه احمر بس مش بيلمع، في لمعه خفيفه كده صعب قوي تلاحظها. جرب الخام، لازم يبقى نضيف 60%، وإلا مش هستعمله. ماشي أنا فهمت. معدات اختبار، ألاقي فين معدات اختبار للمواد الخام؟
يمكن واحد من الأكواخ دي ولا حاجة. هنا في غزالة بتعدي الشارع، لو كان الكلام ده من سنتين كانت ثورة قامت. علبة بنزين. طيب مثير للاهتمام. اهي لقيتها، معدات اختبار المواد الخام. تمام. ايوه، علبة بنزين. ممكن اعمل حاجة بالبتاع ده؟ طيب قال ايه؟ حجر لونه احمر مش منور. سينابار هايل. تمام كويس. تمام. جايزة تانية. آخر واحد منهم، هنشوف المضخة شغالة ولا لأ. أنا محتاجها. هو ده. سيف. طيب ده مش كويس. أيوة كده هنشتغل. تمام يلا بينا. تمام يلا نختبره. تمام كويس. بص في المكان واجيب فم تاني. ايوه هو كده. لازم نخلص جمع المعدن الخام. لازم اخرج من هنا.
فيه أكتر. دلوقتي لازم اختبرها. يلا كويس تنفع. ده هيقضي بالعافية. اهو السينابار. طيب تمام يلا نختبره. كل اللي محتاجه عينة او اتنين تانيين. أوه السينابار. اختبار. أيوة صافي كفاية. كمان واحدة. السينابار. تمام كويس. طيب يلا نشوف نقاء المعدن ده. ايه الفتحة دي؟ زفت. يا ترى بتودي فين؟
طريقة واحدة هنعرف بيها. في ايه فوق؟ نفق تاني. واضح انه كان مهجور من مدة طويلة. كشف نيرو هنا؟ سجل صغير تاني. لازم واحد من دول يشرح لي ايه اللي كنتوا بتعملوه. يا أيوة اصدحونا ولحظة نيرو عندها كتير منها قوي. موقعنا 69 احنا فين؟ منجم لوست كابل. شكرا منجم لوست كابل. احنا تمكننا من قتل عينة متجانسة من حشرة مسك باستخدام 10,000 ميلي جرام من الكتاب. بالإشارة للملاحظة الميدانية 271 إن 6,000 ولازم ويفر على سانت جون معاه السنبار اللي طلبته من المسخ الأشمر. تابعنا الحالة دي من مستوطنها البدائية في الناحية الشمالية لظاهرة كريتر. أقدر أساعدك؟ وأعتقد إنها كانت دايما مركز السائل لرأي الشخص. إحنا حاليا معتمدين نظرية محددة تخص عادات الهجرة أو أنماط المعيشة أو بالنسبة لأن حجمه كبير قوي. أنت مش غريبة. امشي. الحقيقة عندنا حقيقي. فحوصات الدم أثبتت إن الكائن العامل من حشرة المسخ عنده كميات مرتفعة جدا. ثواني، يعني قصدك قبل ما يتصابوا عضلاتهم بقت ضخمة فعلا؟ بصراحة أيوه. مش حكاية إنهم بيلعبوا كمال أجسام وبياخدوا هيدروجين اصطناعي مش شرعي، بس في منهم مستويات عالية بالفطرة. النتائج هي هي. بجد؟ إيه ده؟ ممكن يكسبوك نصين. يلا تعالى نخلص العينات دي. وسوخ بعضلات ضخمة هايل. عريف ديكن سان جون. سمعني كويس يا صاحبي؟ ايه؟ تايلر عايز ايه؟ لقيتك تمام. طيب اخيرا اكتشفت ازاي استعمل بتاع السخيف ده. معايا قناه مؤمنه وكل حاجه. ايه الاخبار تايلر؟ انا مشغول شويه دلوقتي ف ايوه اسف جدا اسف. استنى. طيب الخبر انتشر في المعسكر ان الممنوعات هتدخل قدام عين العقيد بالظبط. نوع كويس كمان. تعرف اي حاجه عن الموضوع؟ انا مش باخد ممنوعات يا تايلر. فلا انا ما اعرفش اي حاجه عنها. ليه؟ لا 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 ما اعرفش انا برضو. بس شفت الراجل ده وانت عارف هو من العساكر الجديده. تصرفاته غريبه، بيلف جوه وبره المعسكر طول الوقت. عشان كده فكرت ان امشي وراه واشوف مخبي ايه. اعرف يا تايلر. اسمعني، روح لكوري خليه يتصرف في ده. انت فاهمني؟ ايوه تمام ده قرار كويس. ماشي تمام يا مستر سانت جون. هكلمك بعدين. ماشي حاول. خبر يا تايلر. وانت بتعمل ايه؟ ملازم. لا لا سيب الحاجات دي عند الباب. لا 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 اقصد كل حاجة الجيش دي. تمام. اعتقد انه ده اللي بتدور عليه. تمام ايوه ده هايل جدا. هاي انا محتاجك لحظة ارجوك. خد بوليستايرين. عارف زي كوبايات القهوة الفوم لتجنب الكسر والحاجات دي. تمام فهمت. بقولك ايه،
بالمناسبة حصل ايه مع ساحرة جزيرة ويزرد؟ المقصود الملازم ويتيكر؟ افتكرتك هتسيب الحاجات دي عند الباب. بس كده يا عريف، بس كده.